معايا كابتن قال لي ان احنا في اتفاق مع كارتيرون، اتفقنا معاه ان احنا هنلعب السيستم اللي يغلط يقعد. ده حاجه غريبه جدا، انا سمعت الكلام ده استغربت. ازيك يا كابتن؟ لان ايه ده يعني؟ ده انا مش فاهمه يعني. هو ايه الاتفاق؟ انا مدير فني، انا في ايدي مقالين. كابتن اسامه نبيه اكد الكلام ده برضه ده كلام مش كلام فاضي يعني. ان انا اجيب اللعيب اقول له بص لو غلطت هتقعد. طب ما انا بوتره. ده انا بالعكس، انا ممكن اقوله لو غلطت هدعمك وسدك ما تقلقش. بس هو فاكر ما شرح لي يا كابتن، كان عندنا ماتش في الجزائر وكنا لازم نكسب عشان نتاهل لدور المجموعات، وانا بسخن الحضري في اشارات كده على يعني الاوفر نيرف او زياده التوتر، فلقيتها عنده عرق زياده، اكلمه مش يعني التواصل مش سريع، فحسيت ان هو متوتر لان المباراه كوندنسيف جدا. فرحت موقف ومهزر وقلت له لو الكره دخلت من بين رجليك يا بطل انا هطلع اقول ان مقاس الكره صغير، مش انت الغلطان. مش ان انا اقول له لو انت غلطت هتقعد. انا كده هبقى لاعب متوتر وهغلط. تقدر حضرتك تفتح الحديث مع الحراس؟ يعني كابتن اسامه وجنش قالوا لي ان كارتيرون جابهم وقال لهم يعني تشاور معاهم تعملوا روتيشن، قالوا لا طيب اللي يغلط يقعد. ماشي متفقين تمام. هل ممكن ده يحصل؟ لا طبعا، انا مدير فني، انا اللي شايف الرؤيه. طبعا معايا مدرب حراس كبير او اجنبي معايا من بلدي بيشوف حاله الحاله اللي زي مثلا ما بنشتغل بنقعد نتناقش. الاولاد كويسين، الحراس مثلا الهاني كويس وكويس، والحراس التانيين كويسين، ما عندناش قلق خالص لو حصل اي حاجه. بس الهاني هو الاساسي، هو اللي عارف انه هيلعب وهو اللي كل الناس بتدعمه حتى الحراس التانيه. فالامور بيبقى فيها ستيبل يعني، بيبقى فيها يعني مفيش ديستورشن. يعني ايه تجيب لعيب تقول له لو غلطت هقعدك، او ايه تجيب لعيب تقول له ايه رايك؟ لا انت هو اللعيب ماله؟ واللعيب سيء ولا انت اللي سيء؟ انت المدير الفني ومساعدينك بتشوفوا الاصلح للفريق ايه وبتشتغلوا بيه. لكن الكلام ده كلام بيفقدك مصداقيتك، بيفقدك مصداقيتك، وتخلي اي حد بقى يتناقش معاك ويقعد يقول لك هتلعبني امتى وهتعملني امتى. كان مستر جوزيه لما حد يقول له انا ما بلعبش ليه، كان يقول له عشان انا المدرب. عشان مش عايز تلعب شرب. مستر كوبر نفس الحكايه. حصلت مشكله مع فيرود مره، سابنا وراح الفندق. انتهى للابد. فالمساله مساله ان انت ما يرجعش تاني المدرب، ما يرجعش المدرب الكويس اللي هو شخصيه. لا، الكابتن سامي السنه اللي فاتت افضل لعيب عندنا، طبعا مش هقول اسمه. هو المهاجم بس مرسي. طبعا افضل لعيب عندنا في الفرقه، وكان مكسب الفرقه حركه يا كابتن. راح منزله القطاع الناشئين. تفقد اللاعب تاريخ، تفقد له مستقبل كبير جدا. يعني شوف حضرتك بتتكلم على باسم من ساعتها بعد الموقف ده خلاص الامور تحولت تماما. ايوه طبعا، المساله مساله انت بتعرف تقود ولا ما بتعرفش تقود. انا ما بلعبش ليه؟ عشان انا المدرب، عشان انا اللي واخد المسؤوليه ان انا لاعبك او ما لاعبكش. هل انا هقول يا رب تعسني؟ انت من وجهه نظري انت هتكسبني وهتشيل الفرقه هقعدك؟ لا، انا شايف ان في ناس تانية شغاله افضل وبتتعب اكتر. ممكن انت شايف كل واحد فينا شايف نفسه احسن واحد في الدنيا. صح. لكن المفروض انا بقى المسؤول. انا المسؤول. صح. هل حضرتك لو ابو جبل الشناوي كان اتاخر وابو جبل دخل مباراه المنتخب اللي جايه ومشيت ماتش الزمالك بشكل كويس، كان دخل في منافسه مع الشناوي في المنتخب؟ لا، مع كيروش عنده تصنيف. هو شايف الشناوي اصلا ده مش ما بيقللش خالص من ابو جبل. ابو جبل حارس كبير ولما لعب كان ادى اداء رائع. لكن عندنا مسطره كده للمدربين. اللي هو الباك جراوند بتاع المدرب عن اللاعب. لما راح مع المعسكرات معاه عنده خلفيه انه ده عنده عدد ساعات لعب في كاس العالم، عدد ساعات لعب في البطولات الافريقيه، عدد ساعات لعب في كاس العالم للانديه، عدد ساعات لعب مع ناديه،
لعب في ضغوطات عاليه، لعب كذا لعب كذا، عدد المباريات دلوقتي ما شاء الله زاد. يعني هو اول ماتش دولي كان معانا في كاس العالم رقم واحد، يعني المباراه رقم واحد. اللعيب الاحتياطي يا كابتن في الاهلي والزمالك عمره بيروح الحارس الاحتياطي؟ هو للاسف بره بيستخدموا طريقه بحيث ان الحارس يبقى عنده موتيفيشن متجدد يلعب الكاس ويلعب الدوري الكاس كاس الرابطه الحاجات دي. لكن احنا مثلا كانديه وسط او كانديه بتتصارع على الـ على الـ على المربع دايما بنلعب بالفريق الاساسي لان ما عندناش فرصه لبطوله الدوري، ما عندناش فرصه، واخد بالك؟ لكن احنا كنا بنعمل ده واحنا موجودين. الحارس اللي واقف على رجليه يبقى ليه قرار في مشاركته؟ في الاهلي مثلا احنا على طول كنا بندي الكاس لحد ما وصلنا الزمالك لو فاكر 4-3 لامير. والناس لما وصلنا النهائي قعدت تطلب بالحضر انه يلعب النهائي، يلعب النهائي. لعبنا امير النهائي.